نرفع اسمى ايات التهاني لسيدي صاحب السمو الشيخ خليل بن زايد حفظه الله ورعاه ونائب رئيس الدوله سمو الشيخ محمد بن راشد واخوان حكام الامارات وولي عهد ابو ظبي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه. نرحب بالاخوه الكرام في ليالي رمضانيه في خيمه التواصل العالميه في برنامج مجالس الحكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه لنتواصل مع شعب الامارات الوفي مع ابنائنا واخواننا والمقيمين والمحبين على هذا البلد الطيب المعطاء. نسال الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي الطيبه المباركه من هذا الشهر المبارك أن يحفظ قائدنا ويحفظ قيادتنا ويحفظ شعب الإمارات الوفي. ومرة أخرى نرحب بضيوفنا وبعد فطور هنيء على مائدة حكيم العرب لنتواصل مع القطاع العام والقطاع الخاص على مجالس الخير على مجالس التي تربي جيل المحبة والتعاون والإخاء والصفاء على بلد زايد طيب الله ثراه. هذا المجلس لينطلق في هذه الليلة المباركة ليكون بإذن الله تواصل مع نخبة من أبناء الوطن ومن العلماء ومن الكتاب ومن الشعراء لله سبحانه وتعالى من عليهم في مجالس حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وايضا من العلماء والكتاب لنتواصل مع هؤلاء النخبه. وهؤلاء النخبه في هذه الليله المباركه مجموعه من العلماء والباحثين سيتم تناول المجالس مجالس لحكيم العرب وسيكون ان شاء الله في نهايه البرنامج تكريم نخبه من ابناء الوطن ومن العلاميين ومن ايضا الشعراء اللي بيساهمون في هذا البرنامج باذن الله برنامج من افضل البرامج لانطلقه من خيمه التواصل العالميه لنتواصل مع هذا الشعب الوفي الكريم في هذا الشهر الكريم. وعندما تفكرت في هذا المجلس مجلس حكيم العرب برنامج حكيم العرب قلت ايضا لابد ان نتواصل مع الشباب وخاصه الشباب الصغار كيف نتواصل معهم؟ كيف نكسبهم؟ كيف نراقبهم في تلك المجالس؟ فاتت هديه طيبة من أخ أيضا طيب من عربي أصيل وهو الدكتور الهادي رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وقدم هدية لهذه الخيمة نخبة من أبطال العالم لتكون مرحلة أولية لتنطلق بها الخيمة لتكون في العاصمة في أبو ظبي بإذن الله لتكون إهداء من أبطال عالميين لحزام أطلقوا عليه حزام بطل الأبطال السيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه لتكون أيضا أحد نتائج وثمرات التواصل العالمي مع أبطال عالميين ليقدم أيضا هذا الحزام حزام بطل الابطال لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لينطلق من هذه الخيمه العربيه المسيره التي تؤسست على
محمد حكيم العالم الشرجي بن سلطان طيب الله تراه، لنكون ابناء بارين بهذه القياده، بارين كمواطنين صالحين على هذا البلد الطيب الصالح. واعطي الميكروفون لاخوي الدكتور الهادي ليعرف ايضا عن برنامج خمس تواصل، بطوله باذن الله تكون مرحله اوليه لننطلق بها. اولا نبي صاحب السمو رئيس الدوله سيد الايام رئيس الدوله بمناسبه شهر رمضان، وكذلك صاحب السمو ولي عهد الشيخ محمد بن زايد الايام رحمه الله العاق بمناسبه شهر رمضان المبارك، وكذلك شعب دوله الامارات العربيه المتحده وكل المقيمين على هذه الارض الطيبه وكافه المسلمين في جميع انحاء العالم. اولا اشكر الدكتور عبد الله النيادي عن هذه المبادره الطيبه. انا اعتبرت كلمه خيمه وهي ترمز اولا الى العروبه والى القساوه والى التواضع العربي والى الصمود، لان الخيمه دائما تكون موجوده في الصحراء، وكذلك الى الضيافه والكرامه. فنحن كاتحاد عربي للملاكمه العربيه طرح علينا تنظيم بطوله خيمه الاراسي العالميه للملاكمه العربيه، فرحبنا بهذه الفكره الجيده. فصراحه من سنه 1972 ونحن متواجدين في الملاكمه العربيه نظمنا العديد من البطولات العالميه، لكن اول مره نفتخر ونعتز بان ننظم بطوله بهذا الشكل الجيد والتي تجمع 8 منطقة في العالم سيدافعون عن العقاب عالميه في اوزان مختلفه ومن عده جنسيات. السديري بطل العالم سابقا في الملاكمة احتراف 4-6 مرات متتالية وزن متوسط، ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية. طبعا البطولة التي ستقام بخيمة التواصل بمقر خيمة التواصل بطولة عالمية تجمع 8 من أبطال العالم المحترفين من جنسيات مختلفة ومن عد من 4 أوزان. وطبعا هناك 2 من الملاكمين المصريين الذين سيشاركون في هذه البطولة، وطبعا هذه البطولة فاتحة إلى بطولات أخرى، وسننظم كذلك في شهر أكتوبر بإذن الله بالعاصمة أبو ظبي بطولة عالمية كبرى، أكبر حدث على مستوى العالم يجمع أكثر من 132 بطل وبطلة عالم لمدة 14 يوم متتالية بإذن الله. بطولة من 10 دول، هي طبعا الإمارات العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر، المغرب، أمريكا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، إيطاليا، وكذلك البرازيل. البطولة يوم واحد فقط في خيمة التواصل يوم واحد. طبعا هناك في الواقع امضاء من كافه ابطال العالم المسجلين رسميا بالاتحاد الدولي، وسيهدي هذا الحزام لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي، اهداء من الاتحاد الدولي من ممضي من كافه ابطال العالم. هذه البطولة تحضيرية لبطولة كبرى إن شاء الله في شهر 10. طبعا هناك العديد من القنوات الأوروبية التي وافقت رسميا لتغطية هذه البطولة، أكثر من 50 قناة ستنقل هذه البطولة في أوروبا طبعا وبعض الدول العربية. أهمية هذه البطولة، طبعا الإمارات أصبحت حاليا تجلب العديد من الاتحادات الدولية، وأصبحت منظار طبعا لتنظيم البطولات العالمية، وخاصة بأن هذه السنة دبي أخذت الجائزة الثانية بعد لندن كأفضل مدينة في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى.